السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم إخواني الأعزاء من جديد على قناة الهاوي، مع الصعوبات التي تواجه كل مربيين طائر الكناري في جميع أنحاء العالم، المربي الكبير قبل المربي الصغير. ومن هذه الصعوبات التي تواجه المربي هو طريقة الإنتاج من بعض أنواع الكناري مثل كناري الفورينو وكناري المفتل الهولندي الشمالي وكناري المفتل الهولندي الجنوبي وكناري المفتل السويسري وكناري الميلادو وكناري المفتل الياباني أو المكج والبارسيان الباريسي والبدفون والميرنغر وكناري المفتل الإيطالي العملاق وكناري الجيبوسو الإسباني وكناري الجيبر الإيطالي. وطرق التغلب التي تواجه المربي في إنتاج بعض هذه الأنواع من الكناري سهل جدا، ومن المتعارف عليه أن المربي قد يواجه صعوبة في إنتاج الفراخ من بعض هذه الأنواع مثل الكريس واليوركشير أيضا واللانكشير والبرسيان وغيرها من هذه الأنواع ذات الحجم الكبير. ومن المعروف عن هذه الأنواع من الكناري أن إنتاجها ليس غزير كباقي أنواع الطيور المنتجة، وهي في الحقيقة تكون بمثابة تحدي عند المربي، يكون أم لا يكون. ومن هنا يبدأ المربي التحدي مع نفسه في خوض هذه التجربة، وهي تعتبر بمثابة متعة عند المربي، وخصوصا عندما تتكلل هذه التجربة بالنجاح والوصول إلى الهدف المنشود، ألا وهو الإنتاج من هذه الأنواع من الكناري الصعبة في الإنتاج والحصول على فراخ متميزة من هذه الأنواع. وهنا يشعر المربي بالاعتزاز بالنفس، وقد يواجه المربي أكثر الصعوبات في مشكلتين وهما الأهم: المشكلة الأولى بيض غير مخصب، والمشكلة الثانية وهي في أغلب الأحيان عدم إطعام هذه الأنواع من الكناري لصغارها، وهذه أيضا مشكلة. ولكن التجارب أثبتت أن المربي الذكي يستطيع أن يتغلب على هذه الصعوبات، وهنا في هذا الفيديو سوف أوضح الخطوات التي تساهم في التغلب على هذه المصاعب إن شاء الله. أولا، المربي الذي يريد أن ينتج ويخوض هذه التجربة والتحدي مع نفسه يجب أن يكون المربي على معرفة تامة في كيفية إنتاج الكناري لكي يتسنى له كيفية التعامل مع هذه الأنواع من الكناري، وهذا عامل مهم. ثانيا، عند الرغبة في تربية هذه الأنواع من الكناري ويجب اختيار الطيور السليمة والنظيفة الخالية من المشاكل الجينية مثل العمى ونمو الريش تحت الجلد، يجب أن يفحص المربي الطائر جيدا عند الشراء. ومن الأفضل أن يختار المربي الكناري الصغير في العمر وأن لا يزيد عمره عن سنتين، والسبب في ذلك هو أن العمر الافتراضي للإنتاج لهذه الأنواع من الكناري وهو 3 سنوات، وكلما تقدمت هذه الطيور في العمر يقل إنتاجها، وغالبا ما ينتج عن ذلك بيض غير مخصب عندما تتقدم هذه الكناري في العمر، وأيضا تقل نسبة وضع البيض عند الإناث، وقد تظهر عليها مشاكل جينية مثل العمى أو نمو الريش تحت الجلد. وغالبا الطيور التي تصاب بهذه المشكلة تحدث نفس المشكلة للفراخ التي تنتج منها، وهذه مشكلة تواجه المربي ولا يوجد لها حلول، مما يتحتم على المربي الانتباه والتفحص الجيد للطائر قبل شرائه والوقوع في المشاكل لاحقا. وسلامة الطيور مهمة جدا، والخطوات المتبعة لكيفية الإنتاج يتم تزاوج هذه الكناري في أقفاص ذات مساحة مناسبة، ويجب أن لا تقل هذه المساحة عن 55 في 35 في 40 ارتفاع، يعني مثال مساحة القفص تكون بالنسبة للطول 55 سنتيمتر والعرض 35 سنتيمتر والارتفاع 40 سنتيمتر، وهذه المساحة لقفص التزاوج وهي كافية للتزاوج. والمرحلة الثانية، يجب استخدام عشية داخلية لأن أغلب هذه الأنواع من الكناري تقوم بالتلقيح داخل العشية، وعندما تكون العشية خارج القفص قد يواجه الذكر إعاقة في التلقيح بسبب كبر حجم الذكر وضيق العشية وجدران العشية الذي لا يتناسب مع حجم الذكر. ومن الطبيعي أن ضيق المكان لا يعطي للذكر الحرية الكاملة في إنهاء عملية التلقيح بشكل سليم، وفي النهاية ينتج عن ذلك بيض غير مخصب. وللتغلب على هذه المشكلة هو استخدام العشية الداخلية، وهي عبارة عن سلة من الخيزران أو ما شابه ذلك، فهي لا تحتوي على جدران ويتم وضعها في أحد زوايا القفص أسفل سقف القفص ب10 سنتيمتر. والفائدة من العشية الداخلية في هذه الحالة هي تعطي حرية الحركة الكاملة للذكر
لكي يتمكن من التلقيح السليم، والسبب هو عشية الخيزران الداخلية، تستخدم لظروف معينة، وهو عندما تكون الأنثى تأخذ وضعية التلقيح داخل العشية، وينتج عن ذلك عدم تخصيب البيض أو بعضه لعدم تمكن الذكر من تلقيح الأنثى بطريقة سليمة بسبب كبر حجم الذكر وضيق المكان. وهنا في هذه الحالة تكون عشية الخيزران الداخلية أفضل من العشية الخارجية، والسبب هو أن العشية الداخلية تعطي مساحة أفضل للذكر لإتمام عملية التلقيح بصورة ناجحة، كونها خالية من الجدران من اتجاهين، فهي تعطي سهولة الحركة للذكر أثناء التلقيح. وتحضير أزواج حاضنة مجربة بديلة، ويجب تحضير عدة أزواج سورية مجربة ومطعمة جيدا للفراخ لكي تقوم بحضن بيض هذه الأنواع من الكناري، ومن ثم تقوم هذه الكناري الحاضنة بإطعام هذه الفراخ. ومن أفضل أنواع هذه الكناري التي قمت بتجربتها وأثبتت جدارتها في إطعام هذه الفراخ هي الكناري السوري أو البلدي، والكناري الهولندي المفتل، وهذه الأنواع من الكناري ممتازة في الحضانة وإطعام فراخ الكناري كبيرة الحجم. والخطوات المتبعة: أولا، يجب تجهيز الأزواج الحاضنة السورية أو الهولندية مع الأزواج كبيرة الحجم التي نريد أخذ بيضها لكي نضعها تحت الكناري الحاضن البديل. وهنا يستطيع المربي التحكم في تقريب الوقت بينهم في حالة وضع البيض لكلاهما، وهو عن طريق عدم وضع أدوات التعشيش لطرف دون الآخر. وهنا يجب ضبط التوقيت أو تقريب هذه المدة بينهما، وهو عن طريق وضع أدوات التعشيش لكلاهما في توقيت واحد. ومن ثم عندما تبدأ الإناث لوضع البيض، نقوم بتخزين البيض لكلاهما، وعملية تخزين البيض لها أهمية كبيرة في تقارب حجم الفراخ، وخصوصا لأنها تفقس في وقت واحد، وهي أيضا قد تساعد المربي في تقريب الوقت بين الكناري في حالة وضعهما للبيض. وعملية تخزين البيض هي سهلة، وهي عندما تضع الأنثى البيضة نقوم بتخزينها واستبدالها ببيضة مزيفة ونضعها تحت الأنثى. وطريقة التخزين هي وضع البيض في وعاء صغير مليء بالحبوب، ويوضع البيض على سطح الحبوب بطريقة عادية دون غرس البيض في الحبوب، ومن ثم نضع هذا الوعاء في مكان درجة حرارته معتدلة بعيدا عن متناول الأطفال وأشعة الشمس المباشرة. والبيض المخزن هو لا يحتاج لتقليب أو ما شابه ذلك أثناء التخزين، ويمكن أن يستمر هذا التخزين إلى مدة 6 أيام دون أن يفسد هذا البيض بسبب التخزين. وعندما تكمل الإناث وضع آخر بيضة، هنا يتم إرجاع البيض الحقيقي للأنثى التي نريد لها أن تحضن البيض، وإخراج البيض المزيف وهكذا. واستبدال البيض: عندما تضع هذه الكناري البيض، نقوم بتخزينه عند الانتهاء من وضع آخر بيضة، وعند إرجاع البيض للأنثى هنا نقوم باستبدال البيض ونضع بيض الكناري الحجم الكبير تحت الإناث السورية أو البلدية أو الهولندية لكي تحضنه. وهنا لا يسمح بوضع أكثر من بيضتين وثلاث بيضات مخصبة لكي يتمكن الزوج الحاضن من القدرة والسيطرة على إطعام الفراخ وإشباعها. وهنا يجب وجود الذكر مع الأنثى، لأن وجوده مع الأنثى له أهمية كبرى، وخصوصا أن هذه الفراخ تحتاج إلى كمية غذاء أكثر من الفراخ العادية مثل فراخ الكناري صغيرة الحجم، وهي أيضا تحتاج للبقاء لمدة أطول في العش من الفراخ العادية، قد تصل هذه المدة إلى أكثر من 30 يوم. وهنا وجود الذكر مع الأنثى ضروري لكي يستطيع الزوج الحاضن من إشباع الفراخ، لكي نحصل على فراخ ذات مستوى مقبول من ناحية حجم الفراخ المنتجة. وهنا يجب تقديم الغذاء الجيد للزوج الحاضن، وبقاء الذكر مع الأنثى أيضا يساهم في الحفاظ على سلامة الفراخ، فيما لو وضعت الأنثى بيض جديد هنا يتمكن الذكر بتكملة تربية الفراخ دون مشكلة إن شاء الله. أما بخصوص بيض الكناري السوري الذي قمنا باستبداله بيض الكناري الحجم الكبير، يمكن أن نضعه تحت الكناري الحجم الكبير لكي تحضنه. وهنا نقوم بتجربة الكناري الحجم الكبير في كيفية إطعامه للفراخ، ولكن التجربة تكون أقل تكلفة من تجربته بفراخها الحقيقية. وعندما يثبت الزوج جدارته في إطعام هذه الفراخ الصغيرة من نوع سوري أو بلدي التي قمنا بتجربته بها، في هذه الحالة يكون الزوج قد أثبت نفسه بأنه قادر على إطعام الفراخ الحقيقية. وهنا يمكن لنا أن نترك له بيضة من بيضاته الحقيقية في البطن القادم، ولكن بعد أن نقوم بتخزين البيض حتى تكمل الأنثى وضع البيض
ونقوم بإرجاع البيض الحقيقي للأنثى لكي تحضنه، ويقوم الزوج نفسه بإطعام فراخها الحقيقية. وهذا لا يمنع من وجود أزواج كبيرة الحجم مطعمة جيدة لفراخها ولكنها قليلة، وهنا يجب تجربتها قبل أن نغامر بتركها تطعم فراخها الحقيقية ومن ثم الندم. وبالنسبة لكناري البرسيان أيضا يمكن لنا أن نتبع نفس الطريقة التي ذكرتها ونستعين بكناري هولندي مفتل لكي تقوم بحضن فراخ البرسيان. والكناري الهولندي المفتل حسب تجربتي الشخصية هو من أفضل الأنواع لحضن فراخ البرسيان، وهي مجربة وأثبتت جدارتها أيضا، وهي قادرة على إطعام فراخ البرسيان وأعطت نتائج جيدة ومرضية. وبهذه الطريقة استبدال البيض والاستعانة بأزواج حاضنة بديلة يمكن لنا أن نتغلب على أغلب الصعوبات التي تواجه المربي في إنتاج فراخ من هذه الأنواع من الكناري، وعدم وضع كمية بيض تزيد عن بيضتين أو 3 بيضات تحت الزوج الحاضن، لأنها قد تساهم في حصولنا على فراخ ممتازة ذات حجم مقبول. وملاحظة للتنويه فقط، يجب الاطلاع بصورة دائمة على مخرج البراز عند هذه الطيور لكي يكون نظيفا، وعدم التصاق البيض بالمخرج بسبب كثافة الريش في هذا المكان حول المخرج لما تسببه هذه المشكلة من إعاقة للتلقيح السليم. وقد تتسبب هذه المشكلة أيضا في بعض الأحيان بموت الطائر بسبب التصاق البراز وتكاثره حول المخرج، مما يتسبب في انسداد المخرج وعدم تمكن الطائر من التبرز أجلكم الله بشكل صحيح. وهنا ينصح بالانتباه لهذه الحالة جيدا، وإن وجدت يستحسن أن يقص هذا الريش دون أن نتسبب للطائر في مشكلة أو أي إعاقة أثناء قص الريش. وإلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الفيديو، ولا تنسوا إخواني الكرام الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، كما يمكنك تصفح مقاطع الفيديو الموجودة داخل القناة حول الكناري وتزاوجه وكيفية تربيته. ولا تنسونا من صالح دعائكم، دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته، وشكرا لكم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.